أبو منازل طالع ما نازل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. من غير مبالغة يا أبو منازل، لا رحت في الطالع ولا رحت في النازل. من غير مبالغة يا أبو منازل، لا رحت في الطالع ولا رحت في النازل. أيام سيرة ودنيا دايرة، أيام سيرة ودنيا دايرة. نازل وطالع طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. الزين طالع تمام والشين نازل، أعوذ بالله من العوازل. أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. بسرعة ولا عاد يشاور، أبو منازل دايم يغامر. يحسب بسرعة ولا عاد يشاور، أقول له ليش يقول لي كيف، أقول له ليش يقول لي كيف. ليش ما جرب وليش ما حاول، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. تعبت أهلك شويه شويه يقول بهلك، يا أبو منازل تعبت أهلك شويه شويه يقول بهلك. عقلي في راسي بعرف خلاصي، عقلي في راسي بعرف خلاصي. وانت ليش تعبان وانا اللي شايل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل، طالع نازل، أبو منازل. صديق حميم لابو منازل، فهمتني؟ ايه ايه. وانا يا حي الله اعرفه من بعيد. زين اسمعني ها، بقول لك شيء وازيدك من الشعر بيه، ترى الرجال هذا لا يحب لا الواسطه ها ولا المعرفه. ادخل عليه بقلمتين وخبره بقصتك، واذا حصل شيء ها ها حاول انك تحط اسم ابو منازل في جمله مفيده. هنا عاد ما فهمت كيف يعني احط ابو منازل في جمله مفيده، فهمني ابغى افهم. انا بفهمك يا راعي البيت. اسمعني حاول تقول له يعني ها ابو منازل ما مر عليك. انت اظني باغى تسوي لي مقلب، انت باغى توديني في سكين داهيه يا اخي. تو مالك انت كذا، الله يهديك انت مالك انت يا بن منصور. الله يهديك ادخل عليه من غير شك ولا خوف، وبعدين ترى المساله لا فيها لا فلوس ولا شيكات علشان تجلس تحسب لها الحساب. لا لا تعال انت سمي بسم سمي بالرحمن. بن منصور شايف ذيك الحجره؟ اي نعم. الدكتور هناك موجود، ادخل. نعم بسم الله. بن منصور أنا مريض؟ أنا مريض بأي مرض به؟ يا أستاذ أنا عايز أحكي. إيش يا أستاذ؟ بعدكم؟ تعال 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 بغنك تعال تعال يا صاحب المشاكل والمصايب تعال. مين هذا بقى؟ خير إن شاء الله. إيه مستوي يا المنصور خبرني. خبره يا أستاذ، أصل إحنا ما عادش لنا لازمة هنا. كلكم بقيتوا دكاترة وبالتحديد في الأمراض النفسية. خبره بس فرح.
ده صاحبكم ما قصفه. هو هذا الدكتور اللي جايبينه يعالج عنده؟ طبعا دكتور. هذا دكتور ملموده؟ هذا مجرد انا ما جبت سيره بالمنازل تقلب الدنيا فوق تحت عليها سافل. ايش هذا؟ قلت لك عندك نفس المرض، ولو سكت على نفسك وطنشت حالتك هتتدهور. سمعت؟ اول يقول عندك نفس المرض اللي عند بالمنازل؟ تو بريالي اقول لك سن يقول لي حالتك تتدهور. انت ايش مبني يا دبا؟ نعم، وبكررها مره واثنين وثلاثة وعشرة، صحتك هتتدهور يعني هتتدهور. بسيرة؟ نعم. أخش بك ده. حاضر. أبغى بس أتفاهم مع هذا الدكتور. فاهم أبوي، تفاهم، خذ راحتك. ممكن أسألك سؤال محدد؟ اتفضل، اتفضل يا سيدي اسأل. أنت؟ أي. يوم كشفت على أبو منازل؟ ها؟ عرفت تشخص المرض اللي فيه؟ حط لي أنا صحتك تتدهور وصاحبك تتدهور، أنت والله دخلت شك قلبي والله يا أخي. اسأله. اساله يا استاذ وهو يحكي لك. شايف الشعر الابيض اللي في راسي ده؟ ايه سببه ابو المنازل ونشفان راسه مش عايز يتعالج. زين يا دكتور، بس ابو منازل الله يهديك صحته على العال وهو بخير وعافيه وما في الا العافيه. ما تصدقوش، ايش عرفك انت ان ابو المنازل سليم؟ كنت كشفت عليه، عملت له الاختبارات اللازمه، اقطع دراعي من هنا اهو ان ما كنت انت عندك نفس المرض. أنا عندي نفس المرض يا دكتور، قول غير هذا الكلام، إيش المرض هذا الله يهديك؟ يعني ما أنتش عارف؟ لا، موطب لنفسك 24 قرار، ولا ابن العشرين، وكمان ما عندكش مرض. أما في الكلمة الوسطانية هذه اللي قلتها ولا ابن العشرين، فهذه عندك حق، نعم، أنا يعني ما أزيد أكثر من سنتين، ثلاث سنوات، صحيح، نعم. شوف؟ شوف قلت لك انا المرض تفشى في هذه العائله. تفشى؟ نعم. اسمعني بقى، قل من الساعه هذه انت هكذا وانا هكذا بقى. افا ايه، اما انت ملا. السلام عليكم. ربنا ينتقم منك يا ابو منازل. تفضلوا. ها يا ابوي، ما بتنزل معانا؟ لا لا، ما بنزل معكم، يمكن بعد ما اجيكم خلي احد يوصلكم. بس كنا نتمنى انك تكون معانا. انا ودي لك دي مشغول يا زهره. يلا تفضلوا تفضلوا. طيب يلا، يلا مع السلامه ابوي. مع السلامه. اول ما تخلصوا اتصلي فيني انا بجي. أو أقول لك اتصرفي اتصرفي، أحمد بن قاسم هذا بده يخش. قاسم خلي هو اللي يجيبك. انزين. آه سمعيني أقول لك. ها. أنت ما تعرفي شيء ولا سمعتي شيء. تدخلي تسمعي كل حاجة وتجيني تخبريني، زين؟ زين أبوي، زين يا مسعود، والباقي عاد أنا وحدي أعرفه. الله يحفظك. يلا مع السلامة. الله يحفظك. خلي بالك على الصغيرين. إن شاء الله. الله يحفظك. الله الله. يلا مع السلامة. غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب، بتريح اللي ظلم وبتظلم الحبايب. الله أكبر. اعذرونا يا جماعة الخير، ترى الصوت الجميل هذا هو اللي جذبنا. شكرا. ولو إن كنا نناقش أمور جادة في المكتب، لكن بصراحة ما قدرنا. نعم. بسم الله ما شاء الله، صوت صافي معبر جميل جدا. يا جماعة
أشوف قاسم صار يفهم في الفن هذه الأيام. ترى الصوت الجميل يا شريفة هو اللي يفرض نفسه. هذا ما صوت وبس يا مختار، هذا صوت وصورة بعد. نعم باي باي. يلا يبي يلا أنا ماشي، يلا أحمد، يلا قاسم، إحنا ماشيين يا جماعة. إيش؟ إيش قلتي؟ والله إنش إنسانة غريبة يا شريفة. وليش غريبة ها؟ أعتقد إن إحنا جلسنا أكثر من اللازم وهذا كفاية يا شمسة. يلا أحمد يلا 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 يا قاسم. تو الناس يا جماعة ما في داعي لهذا النرفزة. والله تأخرت يا فاطمة، الظاهر الحفلة ممتدة والسهرة بتطول والكل مبسوط. لكن كيف مبسوطين؟ واللي صاير يخلي عقل الناس يجن. الخسارة الكبيرة هذه ما تأثر في مختار؟ يجوز عنده كنز ما ينفذ ولا إيش؟ ولا الكلام يمكن يكون بلاغات وحسد؟ واه من حسد هذا، ربك فينا الشر الحسد والحاسدين. يا هلا فاطمة يا هلا، والله البيت من غيرك كان مظلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عسى خير. هذا اللي من العزيمة مبسوط ومستانس. الحمد لله مبسوطة ومستانسة مثل ما تقول. زين خبري عشان مبسوط ومستانس معك، ايش اللي شفتي وايش اللي لمستي؟ الحمد لله لمست ظروف شمسة وحالة مختار على أحسن حال. يعني الكلام ما هو لهناك؟ شفت شمسة مبسوطة على الآخر ومختار رجال مستانس وضحكاته طول هذاك الوقت عكس اللي قلته تماما. أنا ما قلت، أنا سمعت. هي واحدة من الثنتين، يا أما إن الكلام اللي ينقال ما يتصدق أو أن شمسة ومختار أصبحوا ممثلين من فئة النجوم. يه وأربعة وعارضين أنزيد 120 فوق الواحد اثنين صفر يساوي 106 فوق 5. هذا صح. تعبان اليوم يعني تعذب مهديك يعني. عليك بالمنظور يحسب ويعيد ويجمع ويطرح. لا ومع التكنولوجيا الحديثة بقى. انت جيت يا رأس خير، جيت انت جيت وصلت. بالمنظور علامكم عيونك محمرة وطالعة برا. لا 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 انت صادق، لا لا احسب ولا اعد ولا شيء، انا كل منك انت. انا الباحه طول الليل ما شمت عيني وانت السبب. انا كيف يعني؟ كيف يعني؟ قلت لي هذا طبيب زين وهذا صديق شخصي لأبو منازل وهذا كذا وكذا، هاي طلع خلطي، هاي مجنون، هاي دخل الشيخ بقلبي، هاي يبغى يقتلني. يا بن منصور حرام عليك الله يهديك. بس اسمع انت وغادي لا تتدخل شؤوني، فهمت؟ ما بيني وبينك شيء، سد ومد وعقرب صفرة وغول اسود، تعرف هذي؟ وغيرها تاني، رايح لك. اصبر شوي، نسيت لك الليلة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ خير؟ ما عندي وقت راني مشغول مشغول. خبرونا ايش اللي صار. ماشي جديد. الشرطه تقول انها متاكده. الشرطه متاكده؟ متاكده من ايش؟ انهم ما طلعوا من البلاد. يقولوا انهم ما زالوا في حلقه الرقابه. المهم الحين ان احنا اللي يهمنا ان ما نتوقف لا لحظه. يجب ان العمل يستمر ولو بنفس القوه او ربعها، وما نريد حد يعرف لحد ما نشوف كيف نتصرف. احنا جهدنا حاليا متوقف على جهد الشرطه ايضا. الشرطه بتسوي اللي تقدر عليه، لكن احنا املنا اولا واخيرا بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طبعا املنا في الله، هذا شيء مفروغ منه. بس هذا ما معنى احنا نضل جالسين واقفين يابسين لا حركه ولا شيء. لا، يجب ان نستمر والعمل يستمر. اي بس يا ابو منازل، انت تعرف ان اللي معاي انا يعني ما... ادري اللي تريد تقوله يا مختار، لكن انا تصرفت وحسب قدرتي تصرفت. هذا المبلغ مشي فيه امورك الحين، لكن هذه المره يبغى لها عقل وتصرف زين، ما مثل الاول. يلا عن اذنكم، مع السلامه. تخطي علي واستسمحك واترجاك، ضعفي هواك وفطنتك ما تخونك. المشكلة اني كل ما جيت بنساك، فكرت نفسي كيف ترتاح دونك. أقول عالية والله صار لك معجبين، ومعجبين إيش؟ متحمسين بعد وحاسدين، مثل ما في معجبين في متضايقين بعد. الحين انت تروحي على كلام شريفة. هذه شريفة اصلا حطت نفسها في موقف محرج لما عصبت وهبت وثارت وصرت انها تروح. يمكن ما كانت تقصد، وبعدين ما تنسي شمسة تراها كانت تمدحني كثير، ويمكن بعد بالغت. هذه ما مبالغة. لا طيب، ليش فاطمة ما تضايقت وليش انا ما تضايقت؟ إيش معنى شريفة هي الوحيدة اللي تضايقت، مع أنها هي اللي كانت أكثر وحدة تسأل عنك؟ واللي محيرني إن الكل أخذ باله من اللي صار. الكل أصلاً تعجب من حركاتها وانذهل، حتى قاسم أخوي ما شفتي كيف صار وجهه من تصرفاتها. ما أعرف إيش يفسروا اللي صار. يفسروا باللي يريدوه، الكل عارف شريفة وعارف العقدة اللي عندها. شريفة تريد تكون دايماً أحسن وحدة وأفضل وحدة، لا وبعد أشيك وحدة. تعرفي؟ شريفة هذه لما تجلس في مكان تريد تكون هي الكل في الكل، ولا تستبعدي بعد إنها تريد تفكر نفسها أصغر واحدة. أما شريفة هذه مشكلة. وهذا اللي محيرني يا مختار. المبلغ ضخم، من وين جايبه الوالد؟ من وين؟ يعني يا قاسم، ما قدرت تسأله بعد كل هذه المدة؟ يا رجل مر أسبوعين الحين. ما ممكن يا مختار، صعب، لأن الوالد يعتبر هذه الأمور من الخصوصيات، وإذا سألته معناتها بتفرض وصايا عليه. تبغى الصراحة يا قاسم، فلوس الوالد كانت بمثابة إنقاذ لي، والحمد لله الأمور مشت على ما يرام من غير ما يحس أي إنسان. الحمد لله. بس هذول التجار اللي تتعامل معاهم إيش أخبارهم؟ والله الجماعة اتصلوا فيني وكلهم كرم ومروة. لا، وقالوا لي المبالغ اللي عليك بالنسبة إلنا إذا كانت تخصنا ما تخاف أبدا منها، وقالوا لي أيضا إذا تبغى سلفة إحنا ما عندنا مانع، خذ، أهم شيء إن العجلة تمشي. الحمد لله، صحيح الدنيا بعدها بخير، جزاهم الله خير. بس أشوف في عيونك قلق يا قاسم. والله يا مختار أخاف إن نكون نخرج من سير ننزل في وادي مثل ما أخاف تكون الفلوس اللي جايبها الوالد وراها مشكلة أكبر منها. هذا اللي أفكر فيه. وإيش كان بيدنا نسويها قاسم؟ فلوس الوالد أنقذتني من أكبر ورطة ما يتصورها الإنسان، وأنا خايف تصير أي مشكلة، لأن إذا صارت مشكلة أكون أنا السبب. أنا ما قصدت هذا يا مختار. الوالد فعلا أنقذ موقف، وهذا شيء طيب، وبعدين إحنا كلنا شركاء، الموضوع ما يخصك انت وبس. عموما التفاؤل في مثل هذه الامور شيء جيد. خبرتي في الحياه علمتني هذا الشيء يا قاسم. ان شاء الله يصير خير. يا ابن منصور، ما كنت اظن عقلك بهالبساطه يا ابن منصور. معقوله
انت شخصيا تهتز من مقلب دبرناه انا وحسين. مقلب؟ مقلب ماليش بال. هذا مال الطبيب النفساني هذا، مال حالات النفسية، هذا اللي خلاك تصمم تسافر وتعالج في الخارج. اسمعني، انت مجنون لعاق انت؟ تو في اهم من صحة الانسان؟ لازم شيء شيء اتعالج في الخارج عشان اهتم بصحتي واشوف في عمه ولا شيء؟ اسمعني تهتم صحتك، مو قلنا لك هذا مقلب دبرناه انا وحسن، انت ما شفته، سوى له ربشه، ما شفته خبرتك من قبل، خبرتك تراني زين، وانا خبرتك بالسالفه وقلت لك انا. هذا الانسان بالذات يا ابن منصور يعتقد ان كل الناس فيهم حالات نفسيه ويبغى لهم جلسات للعلاج، ويتصور نفسه انه هو الوحيد في الكون اللي صاحي ما في شيء. انت 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 ما شفته؟ ما شفت تصرفاته؟ ما شفت حركاته كيف يسوي؟ تعال هاي غابت عني، انا شفته، شفت هذاك شفيق اللي معنا بسكين طالع في سكين مجنبه، ويوم دخلت عنده شفته يتنطط. تو طبيب مالموذة، تو انا اللي اعرفه يا ابو منازل، اللي اعرفه الانسان لما يمرض عقوله توقع، ظهره يوقع، رقبته توقع، عينه، لكن هاي الحاله النفسيه ما عرفت لها انا. او تعال اغفيك واشوف حالتك النفسيه، تو الانسان يوم تجي حاله نفسيه مو يطيح مو يستوي عليهم. تعرف يا ابن منصور؟ ايه أنا أعتقد، بل ما أعتقد، أتصور 200% إن هاي الدكتور واحد يبغى العلاج، هو ما صاحي. إي ما صاحي هو، ما دام يتنطط ما صاحي، أتعالجه؟ يبغى له علاج. أشوفك هالأيام تسافر كثير، خير إن شاء الله؟ خير، بس أول قولي الحمد لله على السلام، بعدين أنا ليش أسافر؟ ترى شغل. الشغل تغير ولا إيش؟ اللي أشوفه إنك تسافر بنفسك، هذا ما يرهق حالك؟ إرهاق إذا كان الإنسان يهمل عمله ويترك مسؤولياته على الآخرين. العمل ما مرهق ما دام إن كل شيء ماشي سليم، والتوفيق من الله يا شمس. مرحبا قاسم، ايش الاخبار؟ انت وين يا رجل؟ سلم عليه، سلم عليه وسلم على شريفه بعد. ان شاء الله. هذه شمسه تسلم عليك وعلى شريفه. ها الحمد لله، الجماعه في كل بلد زرتها عاملوني كاخ، وسلوكهم شيء لا يوصف ابدا. بالعكس، الكل كان يفكر كيف يزيد مكسبي، لدرجة انهم يعني ايش اقول لك يا قاسم، بصراحة ما اقدر اشرح لك الموضوع بالتلفون. ونعم بالله ونعم بالله. عموما متى تمر علي؟ خلاص اذا مريت علي بنجلس مع بعض ونتناقش في الموضوع وبخبرك بالسالفة كلها. يلا عزيزي في امان الله. احتشرت يا ابن منصور، ايش البليلك هذا يا ابن منصور؟ وافقك يا ابن منصور. ايه ها ابن منصور على امك ابوي، ساير جاي على امك، قلقتني معك، ايش السالفه يا حسن يا اخوي؟ انت بالله عليك يعني ما حاس فيني؟ يعني ما عندك احساس؟ ما انت هبك شعوب من ناحيتي ابدا يا ابن منصور؟ يا صديقي انا حاس فيك من يومين، لكن قلت في نفسي أنا ما أعتقد مسألة الطبيب النفساني هذه تسبب لك كل هالمشاكل. أي وخلق. طبيب نفساني؟ أي طبيب نفساني وأي بلاوي أنا اللي فيه؟ لا يعالجه طبه ولا يشفيه دواه. يا بن منصور خلي عنك الفوازير والألغاز، أنا بصراحة ما فاهم شيء. أنا محرق من الرجال وما أظن إنه يعني المبلغ يكون هكذا. ها بن منصور قول لي كذا، أن يكون أنت تقصد الفلوس اللي عطيتهم بو منازل؟ وأنت من هي عندك خبر؟ أبوي أنا عارف كل شيء. إنزين أبوي هذا اللي عارف إنه شيء خطير، لأنه مختار خلاص على الحديدة. تو أنا إيش أسوي؟ قول لي. كيف ما إلى دخل الله يهديك، كيف ما إلى دخل؟ وبعدين أنت ليش ما تكلم أبو منازل ها وتقول الحقيقة
وساعتها تتصرف على ضوء كلام. ما أقدر، هذا الإنسان بالذات ما أقدر أبعدها. هذا إنسان عزيز علي، أي وخاف ينحرق، إنه هذا إنسان حساس. كيف حساس الله يهديه، كيف حساس؟ وبعدين أنت من معطي الفلوس؟ ما هو منازل؟ أيوة، لكن من اللي خسر؟ مختار صوت بنته، هذا صاحب الأملاك وصاحب الفلوس وصاحب الشركات، أنا الحين مو سوى بها. والله يا بن منصور يا صديقي، المفروض أنا اللي أسألك، صحيح وش بتسوي الحين؟ أقول لك ما أسوي. أنا في الحقيقة يا حسن يا أخوي أفكر في الموضوع، لكن الشيء ما كان فيك شيء، يكون هذا السر بيني وبينك. سر؟ يعني أنت بالله عليك إلى متى وتسكت؟ الحين أنت ما تريد فلوسك؟ ما تريد أموالك؟ يا حسن يا أخوي الشيء ما كان فيك شيء، ما لا تزيدني غم فوق غم، يعني خلاص إنسان قلبي يحترق. وأظني أن تجيني سكتة قلبية، ما بعيد هاي السكتة تجي في أي وقت. يا رب يا رب يا مستجيب الدعاء، فلوسي هذه جاتني بعد مكدة وتعب وشقاء، ما جاتني هكذا وهكذا، جاتني هكذا. معقولة؟ معقولة هذا الكلام اللي سمعته؟ خير إن شاء الله. إيش هناك يا شمس؟ فاطمة كلمتني وتقول إن الوالد باع البيت، معقولة هذا الكلام؟ فاطمة، هو فاطمة من وين تعرف هذا الكلام؟ تقول إن زوجها مسعود خبرها وقال لها إنها ما تجيب سيرة لأي حد. فاطمة هذه أصلا ما تعرف أي شيء، يمكن فهمت الموضوع غلط. أنت جلسي جلسي وريحي بس. لكن اللي ألاحظه إن قاسم ما يتكلم، إيش فيك يا قاسم؟ لا أبدا ما في شيء يا شمسة، ما في شيء. أنا اللي حيرني ليش مسعود أكد على فاطمة إنها ما تجيب سيرة لحد، وهي كانت تكلمني وكأنها كارثة حصلت. إيش فيها يعني الواحد إذا باع بيته أو اشترى بيت جديد أو بنى بيت، إيش المشكلة يعني؟ وهذا اللي أريدك تعرفيه يا شمسة، إيش المشكلة يعني؟ أيوة هو هذا الكلام. زين أنا أستاذ، أنا راح أجيب لكم شاي. زين قاسم، إيش السالفة بالضبط؟ اتضح يا مختار أن الوالد فعلا باع البيت ولازم يخليه في ظرف شهرين على الأكثر. هذا هو السؤال اللي كنا نسأله، من وين جاب الفلوس؟ بس أيضا يا مختار البيت ما يجيب كل هذه الفلوس، والله يعلم من وين جاب الباقي عاد. بس لو المشتري يعطينا مهلة أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر كنت أنا بتصرف وحل الموضوع، لكن مدة الشهرين هذه صعبة. هذا معناه أني راح أوقف نصف أعمالي. لا إن شاء الله ماشي بيتوقف، لابد بنتصرف. كيف نتصرف؟ احنا ما امامنا اي حل. ان شاء الله بنتصرف. بعدين اذا المشتري طالب المبلغ خلال الشهرين بتصير كارثه. بعدين تعال، انت ما تعرفت السالفه هذه من يومين بس يا مختار، وما صدقت حتى قابلت الوالد. وانت ايش اللي دراك؟ قاعد تسعى وتبحث من وراي تتبع اخباري؟ ايش اللي دراك؟ خبرني بطلعك ايش اللي دراك. يا الوالد ما في داعي تصرخ ولا توتر نفسك، هذا كان مجرد سؤال. سؤال في غير محله يا استاذ يا متعلم يا مدير عام، هذا الناقص بعد. ولدي سال عن تصرفات ابوه، لا ويقول انت اخطيت وتستحق العقاب. يا عجل، هذا بيتي بنيته من جهدي وعرقي، وانا حر فيه ابيعه اهدمه اهديه اتنازل عنه، انا حر فيه بيتي وانا حر فيه. ولا تبغيني يعني استاذن منك ولا كيف يعني؟ يا الوالد انا ما قلت استاذن مني ولا شيء، ما في داعي تاخذ الامور بحساسيه ولا بعصبيه، وانا لقيت احاسبك ولا شيء، وبعدين بيوتنا كلها بيوتك. عموما انا ما بعت علشان اسدد ديوني او علشان اتزوج او بعثر ثمنه في اشياء بطاله، انا بعت علشان اعالج تصرفاتكم واحل مشاكلكم. وهذا اللي صار يا مختار، ما ادري ايش اسوي، لكن أقول لك عندي حل، وخير البر عاجله، ويمكن تيجي على أهون سبب يا مختار. أيوة هلا، السلام عليكم. أي نعم أنا قاسم، حياك الله. حياك يا هلا بيك. لا
معقولة؟ يعني القلوب عند بعضها، لأني أنا بعد كنت أريدك وما أستغنى عنك طبعا. أي زين، أقول لك، تعرف بيت مختار؟ أي مختار نسيبي. أي نعم، أنا عنده الحين. أدري إنك قريب. أي أقل من دقائق؟ عظيم، إذا بانتظارك نحن إن شاء الله. يلا مع السلامة، في أمان الله. خير إن شاء الله. إيش السالفة بالضبط؟ محاولة يا مختار، محاولة، ويمكن يكون فيها الحل. وتفائل مثل ما تقول دائما. فعلا اتضح أن التفاؤل ما كفاية. كل يوم والثاني أتمنى لو كنت أنا مثل مسعود اللي تقول عنه دائما أنه كافي خير وإن شاء الله. مسعود هذا شيء ثاني بعد. والله يوم كلمتني يا قاسم يا أخوي وكأنك انتشلتني من غبة بحر، كنت أتناوي أغرق كأني على هاوية. والله نعم. وليش عادي من منصور الله يهديك؟ استريح استريح. راجع ملعبي. ما في شيء اللي يستاهل من منصور، والدنيا بعدها بخير يا رجال. هو في الحقيقة ابن منصور، أنا والأخ مختار كنا نتكلم في موضوع. تعرف أنت التجارة هذه تفاجئك أحيانا بشيء ما هو على البال ولا على الخاطر. صحيح. فقلنا عاد ما في إلا ابن منصور. أحسنت وجزاك الله خير يا قاسم يا أخوي. الله يخليك. إحنا في الحقيقة إحنا يعني عشرة عمر، إحنا ما يوم وأمس نتعاون، وهي ثقة متبادلة بيننا وبينكم. أي نعم. ومثل ما قال له قاسم، يقول التجارة أحيانا تفاجئ الشخص، يعني تفاجئ الإنسان، وهذه المفاجأة طاحت فيه أنا مكلمكم بالمنصور مساكين على العابة. إيه كيف يعني؟ يعني قصدي يعني لا هي مشكلة ولا شيء، الله يهديك. أنت مختار الحمد لله، الله ما عطنك. أنت تحت يعني تشوف المسألة هذه بسيطة مثل الشعر اللي على رأس أسد. فيلسوف من منصور، كلامك دائما حكم. جزاكم الله خير وأحسنتوا، وفي الحقيقة أنا جايينكم في كلمتين وما أبغى أطول عليكم. خير إن شاء الله. أنا يا أخوي يا قاسم، أبوك أبو منازل من زمان جلسة أنا وياه وتفاهمنا على الشراكة اللي هتكون بيني وبين الأخ مختار. أي نعم، وأنا في الحقيقة اقتنعت بكلامه ووافقت وسلمت مبلغ، أعطيت مبلغ معين يعني. أن هذا الحقيقة هذا الإنسان ما يغد، أعطيت مبلغ كيف أبشر. شراكة؟ دفعت المبلغ؟ أي. وكم المبلغ هذا؟ وابو أنت ما تعبه؟ لا والله ما عندي خبر. وأنت الأخ مختار؟ نسمع منك. وابوي نوب أنت ما عندك خبر به؟ عجب. كدي يا غزالة قواعي يا شبالة. 100,000 ما عطنا 100,000 عدا ونقدا، نوط ينطح نوط، ولو كان عندي زيادة كنت عطيته، لكن الشيمة كان فيكم شيمة. أنا الآن في أمس الحاجة لهذا المبلغ، والله لو أني ما محتاج لين كنت رحت البنك وتسلفت للبنك، وحتى لو أخذوا علي عمولة ومتسمى دي وفاجة شيمة كان فيك شيمة. شو سيقعوا لي إياها محتاج لها؟ طيب يا ابن منصور، كثر خيرك ما قصرت على هذه المساعدة. أنت بس مهلني يومين، أنت تعرف التاجر فلوسه ما كان واحد هنا وهنا. مهلني يومين الفلوس تكون عندك إن شاء الله، ومشكور على كل حال. أنت اللي مشكور يا مختار يا أخوي، أنت اللي مشكور. أنا والله لولا إن الحاجة سويد الوجه كان ما أخذت منكم بيسة واحدة، لكن محتاج الحافة ما يجيب. كم يوم؟ يعني يومين ثلاثة. يومين ثلاثة أصبر وأمري لله. ألا هذا اللي جبته يا قاسم حتى ينقذنا؟ والله مفاجأة يا مختار، بس عرفنا من وين باقي المبلغ. صح لما قاله جبتك يا عبد المعين تينا.
قلب الصخر أبو منازل يا مثل موج البحر أبو منازل يا مثل قلب الصخر أبو منازل يا مثل موج البحر أبو منازل مثل الندى مثل المطر فيه الحياة فيه الخطر مثل الندى مثل المطر فيه الحياة فيه الخطر أبو منازل طالع طالع ونازل نازل أبو منازل طالع طالع ونازل نازل اسمع نصيحة مني فصيحة اسمع نصيحة مني فصيحة لكن صريحة ما فيها كلمة محرفة ما فيها كلمة محرفة هذه الحكاية من البداية هذه الحكاية من البداية حتى النهاية ما فيها سلفة مزخرفة ما فيها سلفة مزخرفة وقد يجوز فيها رموز وقد يجوز فيها رموز كما الكنوز أو من وراها فلسفة أو من وراها فلسفة أبو منازل طالع طالع ونازل نازل أبو منازل طالع طالع ونازل نازل أبو منازل